وخاصة إن جت فترة تكلموا على يونس محمود بأنه يونس طائفي ويونس يدعم وهيك صار كلام عليه. يظنون يا ما فرح العراق كله. إي فكنا متعمدين إحنا من نروح وننشر ونفتح بث مباشر من داخل الإمام. كان هو أكثر الأوقات أنا كنت آخذ يونس. لهم هالبيت مال واحد. وبالضبط. هو إحنا عندنا عقيدة بهم وإيماننا بهم. هم وسيلة عند رب العالمين. وأغلب اللي معاشرون يقولون طيب القلب يعني ما عنده هاي العقد الطائفية والهاي. يعني أصدقائنا أغلبهم أصدقائنا. وجدت فترة بين جامع بكركوك. فطلعت عليه دعاية وراها فترة قلت له يونس اكسرها. قال لي شو أسوي؟ قلت له تبرع بالجائزة مالتك. كنا ما نقدر نرجع للعراق. صح أخذ مال هداف الدور. مال هداف الدور القطري. قلت له تبرع قسم من عندها السيدة زينب. إيه سلام الله. وإيه. ما كذي برد يروح سوريا نتمنى نقش مانت عليه. حلوة جواسة. قال لي معود هذا البرازيلي هو هداف وياي. ايه. كان كريمرسون. كريمرسوني مال ريان. اي هو وياهم بنفس الفريق. ايه. هو بالغرافة. اثنيناتهم نفس الأهداف وبقت مباراة واحدة. قلت له تتبرع بيها تقول. قلت له بس لا تورطني لحق لي الحجية تنذر. ايه. قال لي ها هي. هي 100,000. ايه 100,000 10 تفاتر. اي 100 جائزة. سبحان الله كمل التمرين قالوا خلصت اللعبه يونس قول اخذ هداف خبرته ها يونس قال لك هذا هو صنع لي الهدف البرازيلي قلت له هسه قال لي من نستلمها نروح يونس ينسى يا يونس 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 اخر شيء رحنا سوريا اي رحنا سوريا بكت هيك تبرع للسيد تحياتنا لسوران علي شريف الف تحيه المخرج المخرج الممثل الكبير بكت هناك قلنا له سوران نشتري خرفان إيه. قال لي شكو قلت له اريد نوزع هناك كان هناك هواي عراقيين إيه. خاصة يم السيدة واشترينا يمكن بنكات واشترينا سجاد تبرع يونس محمود للسيدة زينب سلام الله تبرع عليك. بس مو بكل المبلغ اي جزء بجزء من المبلغ حتى احنا نساوي انه ما تجامع إيه. ووراها رجعنا سوينا هنا اللي هي كانت بوقتها صادفت محرم سويت انا ببيتي اللي هو موكب عده طبخ هو كان متواجد ايضا اشترك ويانا بالموقع لا يونس ما عنده هاي العقد يونس العالم العراقي بعد خطفناه احنا بعد من نطيح حلو هذا الشيء الافتتاح لابو ذنون وكل نجومنا نفخر بهم حقيقه